حبايبي الحلوين، معانا دلوقتي السحلفة لما طارت. كان يا مكان كان في بطتين حلوين، كانوا بيعوموا في البحيرة بتاعت الغابة، وكانوا رايحين جايين بيجروا في المية ويستحموا فيها وياكلوا ويشربوا جنب البحيرة، وكانوا بيحبوا المية قوي. البطتين كان ليهم صحبة صغيرة دايما بتعوم معاهم وتلعب معاهم، كانت هي السحلفة الصغيرة. وبعدين السحلفة كانت بتلعب مع البط، وفي يوم من الأيام صحوا لقوا الحر شديد والدنيا مش لاقيين مية والبحيرة جفت. نعمل ايه نعمل ايه؟ البطتين فكروا، قالوا لازم نطير ندور على مكان تاني فيه مية. لما لقوا المكان راحوا لصاحبتهم السحلفة وقالوا لها احنا ماشيين رايحين عند البحيرة التانية اللي لقينا فيها مية. قالت لهم كان نفسي اكون معاكو، بس انا مش هعرف اطير زيكو، كان نفسي اطير. قعدوا يفكروا، قالوا لها تطيري؟ طيب ازاي؟ قالت لهم مش عارفة، انا كان نفسي اطير زيكم بس انا ما بعرفش. وقعدت تعيط تعيط. البطتين فكروا يعملوا ايه، وبعدين البطة قالت لها انا هجيب غصن وانت تمسكي ببقك من وسط الغصن زي كده، واحنا نمسك من الطرف ونطير بيكي لغاية ما نروح المكان التاني. السحلفة فرحت وقالت معقولة أنا هطير؟ ده أنا كان نفسي أطير من زمان بس ما كنتش عارفة إزاي. طاروا هما التلاتة، وحيوانات الغابة كانت مستغربة. الزرافة تقول إيه ده، السحلفة طايرة؟ والقرد يقول مين دي اللي طايرة في النص مع البط؟ السحلفة حبت ترد عليهم، راحت فاتحة بقها قامت واقعة، وقعت في كومة قش وتعورت. البط مرضيش يسيبها، نزل لها يقول لها ليه كده يا سحلفة، ليه فتحت بقك؟ كنت سمعت الكلام، لو كنت سمعت الكلام اللي احنا قلنا لك عليه يا سحلفة ما كنتيش اتعورتي. قالت صح انا غلطانة.